سكرت تزميك ولا اللي جابوك المكان هنا ما قالولكش ان دي مملكة الدرادو؟ يعني محدش يقدر يخرج او يطلع غير لما يجي يستأذني؟ انت مش لعيب، دي غلطة تتعاقب عليها. انت مين؟ عايز ايه؟ اسمك ايه؟ ميشو. مصري؟ تعجبني يا مصري، تعجبني. الراجل اللي في الصورة ماشي تدور عليه ليه وتسأل؟ عايز منه ايه؟ في شغل ما بيني وما بينه. تاني؟ غلطة تاني؟ هتكذب تاني يا بيشو؟ ميشو تتعاقب عليه. الراجل ده بحمايتي، بيدفع لي عشان احميه. يعني لو في شغل بينك وبينه كان قال. صح يا هيشو؟ ميشو هيشو بيشو ميشو جمون فوق. سيبك غاف. ها اسمع، انا هسيبك تمشي بس الغلطة الثالثة بموتك يا مصري، مفهوم؟ توني إليك. نسيت أقولك إن ألدرادو بيحب ياخد تذكار من الأبضيات اللي زيها. إيه؟ غالي عندك قوي كده؟ مش كده؟ غالي ها؟ توني بس عايزك تعرف اني ما بحبش حد ياخد مني حاجة غصب عني. خلوا عينكم عليهم، هو اللي اسمه توفيق، في شيء معه بدي اعرفه. من بعده خلصوا عليهم. يلا. اوف، هذا اللي صار معك؟ شفت ابو الميش، انا ما كان بدي اياك تروح حتى ما يصير معك اللي صار. مين قال درادو ده؟ شش. شو بك وطي صوتك؟ هيدا إلدورادو من أكبر المجرمين هون ببيروت، وإله عيون ودينين مسطوطين كلياتهم بالسوق. هو أساساً تركي بس من جذور عربية، والناس بتخاف منه كتير كتير، بيحسبوا له ألف حساب. هيدا الزلمة مجرم، بيشتغل بكل شيء كل شيء، وأهم شيء عنده الفلوس المصاري. قلتلي عرفت دلوقتي ليه توفيق سكن في الحديده بالذات. ايه طبعا، لانه بيخاف انه يوصلوا له. بس انا اكيد انه توفيق ما خبر إلدورادو عن الالمازه، وقال له إلدورادو كان حصل على الالمازه وتخلص منه. صح يا نور، عشان كده توفيق هيحاول يتصرف فيها بسرعه قبل ما إلدورادو يحس باي حاجه. اوف كورس، انا علشان كده لازم اراقبه بس بعيد عن عيون إلدورادو. صديقي خلينا بالاول ناكلنا شلقمه ويصير بيناتنا، يعني كيف بدي اقول لك، زي ما بيقولوا في مصر، يصير بيناتنا عيش وملح وبعدين بنفكر بموضوع المراقبه. شو رايك؟ بيصير؟ بيصير منيح؟ بيصير. ألف شكر. مع السلامة يا رجال. واحدة واحدة بقى، وانتوا بتوصلوا
عم انس. ها هستناك الساعه 2. صباح الخير يا استاذ فطيح. صباح النور يا اخويا، صباح النور، مش وقت صباح الخير خالص. فكني، مين الناس دول اللي كل مره هيربطوك وهيرموك كده يا استاذ فطيح؟ وانا قايل لك 100 مره ان دولت ناس اصحابي بيحبوني، وانا كمان ما بحبهمش يا جعيدي. انا لو منيت اقطع معاهم والله. هو يعني من قله الصحابه؟ هو يعني بمزاج انا يا عم جعيدي؟ ما تخلص بقى، فكني. اها هنفكك. اها ده ايه الغلب ده يا ربي؟ اطلع يا استاذ فطيح. ماشي يا اخويا. بالراحه بالراحه. اها ماشي. فردة الجزمة، جزمة جزمة جزمة، أهم حاجة أهم حاجة. ماشي ماشي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا ظهري. عايز أعرف مين الناس دول اللي أخدوا عمك غصب عنه. أخد بس نفسي يا لمياء يا حبيبتي، وبعدين هما برضو نفس الناس اللي رموك قدام باب المدرسة ومخلينك مش قادر تسلب طولك كده. ايه ده، انت مين اللي قالك؟ جعيدي اكيد. اما وريتك يا جعيدي. سيبك من جعيدي دلوقتي وقولي عملت ايه في درس امبارح. ما تخلينا احسن في جعيدي. ها هو ازاي يفتن؟ هو ما يعرفش ان الفتنة اشد من القتل. انا لازم اروح اقول. بقولك يا فاطين، جاوب بالذوق وقولي مين الناس دول وعملت ايه في درس امبارح. بصي بقى يا لمياء يا حبيبتي، الناس دولت بقى كانوا عايزين عم انس علشان يصورهم، وبعدين انت عارفه بقى عم انس مفيش زيه في التصوير. طب وهم ما راحولوش ليه الاستوديو بتاعه؟ ما اصل هم كانوا عايزينه بقى في حفله خاصه كده، وانت عارفه ان عم انس مفيش زيه في التصوير. وايه اللي خلاهم يرموك على باب المدرسه؟ بيهزروا يا لمياء، بيهزروا، بس هم يعني تلاقي هزارهم تقيل. ماشي يا فاطين، انا هاكلها بمزاجي وهعمل نفسي مصدقاك. قول لي بقى عملت ايه في درس امبارح؟ ما لمياء بصي، انا بصراحه يعني مش عايز اقول لك علشان ما تفتكريش يعني ان انا بتحجج علشان ما اديش دروس خصوصيه، مع ان انا من جوه انا حابب قوي ادي دروس خصوصيه. انت هتقول لي؟ قول يا حبيبي قول، ما تخافش. قصدي هو لسه في مدرسين بيدوا دروس خصوصيه في اللي احنا فيه ده. عايز كل واحد يبقى حافظ دوره كويس في الخطه، مش عايز اي تقصير. انتوا لسه ما تعودتوش على الشغل معايا. اهم حاجه عندي ننفذ كل اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. قدامنا ساعه واحده بس من دلوقتي، اتفضلوا جهزوا عشان نتحرك. محدش يتحرك من مكانك. ألف مبروك يا حضرة الضابط، وخلي بالك أنت ليك مكافأة خاصة بمناسبة نجاح العملية. متشكر جدا يا فندم، احنا ماشيين بتوجيهات سيادتك. وأنا ثقتي فيك كبيرة يا ابني. يلا بقى جهز نفسك للعملية الجاية. جاهز يا فندم، بعد إذن حضرتك. اتفضل. الحمد لله. ها في اي اسئله يا اولاد؟ لا انا لسه. طب الحمد لله. انا بقى دلوقتي خلصت الحصه بتاعتي. في اي حد منكم عنده مشكله او بيشتكي من اي حاجه؟ يا مستر عندي مشكله. ايه هي؟
احنا اتفقنا مع تودي ان هو يلعبنا ماتش كوره وهو بفرقته واحنا بفرقتنا، هو اللي هيشيلنا ضغط الفصل ده. الله، فكره هايله وحضاريه، برافو عليك، برافو 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 عليك يا ولاد. النظافه سمه من سمات التقدم. بس دودي رجع في كلامه، يعني خايف؟ لا 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 دودي، لا انا عارف دودي كويس جدا، دودي لا يخاف ولا يتراجع، مش كده يا دودي؟ انا مش خايف وحضرتك عارف عني ده، صراحه ما كانش عاجبني فهو اللي خلاني اتراجع ان انا العب معاهم. بس المره دي تفكيرهم كويس يا دودي، دول عايزين يساعدوا في نظافه الفصل، وبعدين كمان ما تنساش ان الرياضه شيء كويس. انا موافق بس على شرط. ايه هو يا سدودي؟ مستر فطين يبقى الحكم. انا والله فكره. بصوا يا اولاد، عايزين النهارده ان شاء الله واحنا بنلعب في الملعب احنا تبقى رياضيه ونتسم بالروح الرياضيه العاليه، والتشجيع لازم يكون حضاري لان التشجيع سمه من سمات التحضر يا اولاد، والمنافسه لازم تبقى شريفه، يعني ايا كان الفايز ان شاء الله هنشجعه ونحييه، والمهزوم برضه هنشجعه ونحييه، يعني مش عايزين تعصب يا اولاد، فاهمين؟ فاهمين يا مستر. وبالمناسبه بتاعه التعصب دي يا اولاد، خلي بالكم ان الحكم بشر، يعني ان شاء الله هيغلط بامر الله في اي وقت كان يعني، ها؟ فمش عايزين اي حد منكم، الفريق بتاع اللي لابس اخضر ده، مش عايزين اي حد منكم يزعل او يحدفني بالطوب. اتفقنا؟ اتفقنا يا مستر. وليد، دودي، امسك يا دودي، لحظه واحده، نلعب رف، تختار ايه؟ ملك. وانت؟ كتاب. اكيد كتاب. ملك. كتابة كتابة دودي دودي، يلا مش عايزين تعصب، احنا بنقول اهو. التعصب.